نهاية أسبوع مثمرة أمنيا عاشتها حضرموت، شهدت خلالها عددا من الإنجازات على الصعيدين الأمني والعسكري. فعلى بعد نحو 70 كيلومترا إلى الشرق من المكلا، وتحديدا في قلب مدينة الشهر، ثاني أكبر مدن حضرموت الساحل، نجح الجيش وبعد عمليات رصد استخباراتية في ضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات والألغام التي كانت مخزنة في صناديق خشبية وبلاستيكية في أحد المستودعات، بالإضافة إلى بعض المواد المستخدمة في صناعة المفخخات والعبوات الناسفة من قبل الجماعات المسلحة. كما أعلن الجيش اعتقاله لأحد من وصفهم بالعناصر الإرهابية أثناء عمليات مداهمة طالت أحد أحياء منطقة فوة السكنية إلى الغرب من المكلا. وتتزامن تلك الإنجازات الأمنية مع قيام قيادة المنطقة الثانية بتخريج قوة عسكرية جديدة تضاف إلى قوام قوات النخبة في الجيش بالمحافظة، حيث أقيم استعراض للمهارات القتالية والبدنية التي اكتسبها المقاتلون خلال فترة التدريبات العسكرية المكثفة التي تلقوها في الفترة الماضية. ويأتي تخريج هذه الدفعة وهي الثالثة من نوعها ضمن مساعي السلطات الشرعية والتحالف العربي لإعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية في المحافظة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.